أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تنشط الزاوية التيجانية بعين تيموشنت وبحضور مشايخ وعلماء سلسلة من الدروس المحمدية التي تدعو إلى توحيد الله ونبذ مختلف أشكال التعصب والتطرف الديني الذي يعصف ببعض الدول العربية. حبنا للجزائر بشكل عام، جزائر التضحية، جزائر الفداء، جزائر الشهداء، جزائر الأولياء، جزائر سيدي عبد الرحمن الثعالبي، جزائر صوفية وزوايا الحب. شاءت صدف أن يكون هذا الاجتماع قرب حلول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن مديننا له بتبليغ رسالته إلى هذه الأمة الإسلامية. ولولا الزوايا لما بقيت الجزائر محافظة على إسلامها. الطريقة التيجانية هي إحدى المنابر لنشر الوعي الديني والاعتدال وتوحيد صفوف المسلمين وإحياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الزاوية التيجانية هو حديث عن زاوية يلتف حولها ما لا يقل عن 600 مليون تابع عبر كامل القارات. الجزائر أعطت أهمية بالغة للزوايا نظرا لأنها تجمع الأمة ولا تفرق الأمة. الصلاة والسلام عليك 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 يا خير خلق الله.